كبيرة نستذكر فيه اليوم الخالد لأننا في هذه المناسبة. ثاني المكتتبين معنا اللي استفادوا من مسكن عدل، والحمد لله يا ربي سهل علينا ربي بعد 9 سنين وحنا نستنى ورانا فرحانين، مش غير فرحانين يعني. الحمد لله فرج علينا ربي بالسكن هذا، وكانت في ذكرى اول نوفمبر اليوم بالمناسبه تاع اول نوفمبر. اذا رانا متواجدين بقطب من الاقطاب الاربعه نتاع ولايه عنابه، قطب دراع الريش، حيث يعني استلمنا منذ قليل يعني اكثر من 30 وحده سكنيات وزدت على مستفيدين اللي صبروا علينا 7 سنوات. ذكرى اندلاع ثورة تحية المباركة، كان عندنا فرصة أننا كذلك نقوم بالتفاتة تجاه كل ما هو مجهود تنمية على مستوى الولاية. ربما أهم يعني مكسب هو التوزيع تاع ما لا يزيد على 1200 وحدة سكنية، أغلبيتها في قطاع العمومي الإيجاري، أكثر من 800 سكن في العمومي الإيجاري، وبالإضافة كذلك إلى سكنات ريفية.